حد من الابناء بار بوالدته مثلا او بوالده، فقدم هديه غاليه. حلو، قدم لوالدته هديه غاليه، ذهب مثلا. جميل. توفيت الام، اصبح ميراث ولا يسترد هديته؟ لا ميراث. ميراث. استرد هديته ازاي؟ يعني يقول لاخواته انتوا كنتوا عارفين ان انا اللي جايب الهديه دي، فهنخرجها من الميراث وبعدين نقسم الباقي. يعني اذا وافقوا هم احرار، لان التراضي باب واسع. لكن هو بيطلب ده على اساس يعني ده حق. واذا انتوا ما عملتوش كده يبقى انتوا بتاكلوا حقي. لا مفيش الكلام ده. الهديه ما دامت تمت والام وافقت وقبضتها بقت ملكها، تروح تاني يوم تبيعها هي حره، تديها لحد من ولادها برضو هي حره، تتصرف فيها تصرفها في سائر املاكها. النهارده الخميس هداها، الجمعه ماتت، يا سبحان الله، بقى ميراث، بقى ميراث تركه، وهو هيورث فيه برضو بس مع اخواته بحسب نصيبه.